الحنطة هي من الأطعمة الموصى بها لمحاربة العديد من الأمراض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر. تساعد على إنقاص الوزن ويقلل من الشهية. تحتوي على مستويات عالية من البروتين والألياف. ننقع الحنطة لمدة نص ساعة. الكمية والنوع هو اختياري. نسلق الخضار. أيضا الخضار الكمية والنوع هو اختياري. عندما تنضج الخضار هيك نتخلص من الماء تبع الحنطة بعد نص ساعة. نسلقهم كمان 10 دقائق. الحنطة بدها تقريبا 10 دقائق سلق بعد ما احنا نقعناها. بعد ما فحصناها هيك نضجت وبعدين نتخلص من الماء وبنعمل صلصة. الصلصة هي معلقتين معجون الطماطم وملح وفلفل اسود ونص كوب من الماء. حطوا بهارات اللي انتو بتحبوها. ممكن كمون ايضا. وبنوضع الصلصة بالوعاء وبنقلب المكونات كلها مع بعض وبنغطي الوعاء. نوضعه جانبا تقريبا 10 دقائق. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.